بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف العاشر، موضوعنا اليوم هو أحد دروس النقد الأدبي بعنوان الإيقاع الموسيقي. بداية نتعرف على الإيقاع الموسيقي وما هي عناصر العمل الأدبي. إن عناصر العمل الأدبي خمسة، وهي الأفكار والعاطفة والخيال والموسيقى، وهذا درس اليوم، واللغة. وهذه العناصر الأدبية لا يمكن الحكم على أي عمل أدبي إلا من خلال هذه العناصر الخمسة، فلا يجوز الحكم على عمل أدبي من خلال عنصر واحد. نعلم أن الشعر يقوم على شعور النفس بما يحدث حولها، فيضطر الإنسان للتعبير عن هذا الانفعال بطريقته الخاصة فيبدع شعرا. ونعلم أن لكل عاطفة نغمة خاصة، وهي المقصود بها الموسيقى الشعرية، وخاصة إذا كانت العاطفة صادقة فإنها تصل إلى المتلقي بأيسر الطرق ويتأثر أيضا بها. والموسيقى هنا نوعان، داخلية وخارجية. وما هي الموسيقى الداخلية في أي عمل أدبي؟ تتمثل في الألفاظ وطريقة اختيارها والربط بينها. أما الموسيقى الخارجية تتمثل في الوزن والقافية، وأي قافية تعبر وتمثل عن الحالة النفسية للأديب. فإذا قلنا مثلا أن حرف السين يدل على السكوت والهمس، حرف المد يدل على التباعد والفراق، حرف الضاد يدل على القوة، فلا بد أن نعلم أن القافية التي توجد في العمل الأدبي تكون دالة على عاطفة الشاعر، خاصة إذا كانت صادقة يتأثر بها المتلقي وتؤثر فيه. هذا باختصار خلاصة هذا الموضوع اللي هو الإيقاع الموسيقي، وهو العنصر الرابع من عناصر العمل الأدبي. فلا بد أن نفهم الإيقاع الموسيقي ونفهم باقي عناصر العمل الأدبي حتى يتسنى لنا أن نكون ناقدين على أي عمل أدبي من خلال العناصر الخمسة. أبنائي وبناتي، الواجب في صفحة 132 السؤال الثاني، وهي الخنساء في رثاء أخيها صخر، الرمز ألف وباء وجيم ودال فقط. أشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.